هذا الملتقى فرصة لمناقشة مختلف المواضيع والنقاط ذات الصلة بفضل مشاركة جميع الفاعلين الحاضرين معنا اليوم، بهدف الوقوف على أفضل السبل وأهم المستجدات في القضايا المتعلقة بالتأصيل التنظيمي للأمن السيبراني وهندسة الأمن السيبراني من خلال التكوين والتدريب وإبراز جهود الدولة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية. الجديد اللي هي الشعبة المهنية الجديدة للإعلام رقمنا واتصالات سلكية ولاسلكية، مدة التكوين كجميع المعاهد المستوى الخامس تقني سامي، هو يتكون في مدة 30 شهر، أربع سداسيات في تكوين تطبيقي نظري في مختلف الورشات، و ستة أشهر السداسي الأخير السداسي الخامس تربص تطبيقي في الشركات والمؤسسات لكي يوجدوا موضوع وإنجاز ومذكرة التخرج. المجال غير كيما دخل، دونك شفتها بلي فرصة مناسبة لينا حنا لي جون ستاجير باش ندخلوا لهذا لهذه سبيسياليتي. اون بليس سي سونتر الاول، وحنا لا بريمير برومو في الجزائر كومبلي، نقراو الاوبريتين سيستمز كيما لينكس الويندوز كيفاش نتعاملوا معاهم كيفاش يفونكسيونيو، نقراو كريبتوغرافي سي كيفاش تشفروا المعلومات كيفاش المعلومات يتشفروا ويتسيكوريزاو اكثر.